داخل المركز الإعلامي لنقابة المحامين بنقدم حلقة من أنت تسأل والقانون يجيب. والنهاردة إن شاء الله هنقول إيه هي أهم القواعد أو المبادئ القانونية التي ينبغي على المحامي الإلمام بها. والحقيقة هي عدد لا يقل عن 50 قاعدة مهمة جدا، لكن هنحاول تباعا نتعرض لبعض الإيه هذه القواعد المهمة. القاعدة الأولى اللي أنا عايز أعرضها النهاردة بتقول على المحكمة تمكين الخصم من إثبات دفاعه الجوهري بأي وسيلة من وسائل الإثبات. فهذه القاعدة بتديك الفرصة إذا أنت في دعوات معكش دليل إنك تتمسك باللي هقول لك عليه، تطلب إحالة الدعوة التحقيق واحتياطيا ندب خبير، لأن هذه الوسائل من اليسر إنك تقدر تتعامل بيهم إذا كنت لديك الشهود أو إذا كان من خلال الخبير هتقدر تثبت دعواه. محكمة النقض استقرت على إن يجب على المحكمة تمكين الخصوم من إثبات دعواهم إثبات دعواهم بأي وسيلة من وسائل الإثبات، وبالتالي مش هيبقى قدامنا غير إحالة الدعوة للتحقيق أو ندب خبير، لأن دي تعتبر أهم الوسائل في الإثبات الميسرة طالما إن إحنا لا نملك ورق أو دليل كتابي أو لا نملك أي حاجة نقدر نثبت بها إن إحنا لنا حق. طبعًا في وسائل تانية زي اليمين الحاسمة مثلًا، بس دي بتحسم النزاع نهائيًا ويعني بتحتكم فيها إلى ذمة خصمك. فيبقى إحنا إذا دعوانا معناش دليل يبقى عارفين إن إحنا هنتمسك بإيه؟ بحالة الدعوة للتحقيق أو ندب خبير. القاعدة الثانية، محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم دليل دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات الدفاع، ودي خطيرة لأن المحكمة هتسيبك مش هتقول لك أنت كان المفروض تعمل إيه أو تدافع إزاي أو تقدم إيه، مش هتقول لك حاجة زي كده. بالتالي لازم ننتبه لهذه القاعدة اللي طبعا تناولتها عدد كبير من الأحكام اللي بنشوفها، وطبعا هديكم مثال بقى ليوضح أهمية وخطورة هذه القاعدة. لو أن المحكمة في دعوة لا يجوز إثباتها إلا بالدليل الكتابي لجأت إلى إحالة الدعوة للتحقيق، هنا يجب أن تنبه المحكمة، مش تنبه، تدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة فيما هو موجود أو مثبوت بالكتابة. طيب افرض لم تدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة، هنا المحكمة هتكمل وهتعتمد إحالة الدعوة للتحقيق. ليه؟ لأن قواعد الإثبات ليست من النظام العام. هقول قاعدة سريعة بقى كمان عشان أنا بحاول قدر الاستطاعة نقلل في الوقت اللي بنقدمه. إذا لم يحدد لعقد الإيجار مدة بينتهي بانتهائها اعتبر العقد منعقدا لمدة دفع الأجرة. يعني إيه؟ يعني لو أن عقد الإيجار كتب فيه أن المدة مدى الحياة، مفيش حاجة اسمها مدى الحياة، في الحالة دي يعتبر مدة العقد هي المدة المحددة لدفع الأجرة. فلو أن الأجرة مدتها شهر بتدفع شهريا يبقى مدة العقد إيه؟ شهر. فعلينا أن ننتبه إلى هذه القاعدة التي قد يقع فيها البعض. بكتفي بهذا القدر، وأتمنى أن تكون هذه المعلومات السريعة بتوصل لحضراتكم ببساطة، وأتمنى إن شاء الله أن أنا مع الوقت أقدم لحضراتكم عدد كبير من القواعد القانونية اللي بتفيدك كمحامي، وبالذات الشباب طبعا، أساتذتنا الكبار طبعا الحاجات دي تعتبر بالنسبة لهم حاجات بسيطة، لكن أتمنى أن أنا أكون بقدر أفيد الشباب من خلال هذه الملاحظات السريعة. بشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.